أنتونين، ينفع تقول لنا ازاي عرفتوا عن الانكيوبيتر اصلا او حاضنه الاعمال؟ وصلتوا لها ازاي؟ هم وصلوا لكم ازاي؟ احنا انا وعصام فيرست تري زي اي حد عنده احلام كتيره قوي مكتوبه على الورق وما كانش عارف البدايه هتيجي منين، لحد ما احد الاصدقاء يعني بعت لي رساله عن جيميناي افريكا وقال لي اقدم. طبعا قبلها انا ما كنتش اتخيل خالص، ان دايما يقولوا زي ما حضرتك قلتي في فرص كتيره قوي، هو في بس هتوصلي لها ازاي، او هي خلاص يمكن خلصت، كانت في وقت معين وخلاص. فقدمت وبصراحه كان استجابه سريعه جدا، وبعد ما ردوا عليا قالوا انتوا محتاجين ايه؟ دي اكتر حاجه فرقت معانا، انتوا كستارت اب محتاجين ايه؟ فقلنا احنا لسه بنبتدي كشركه، عندنا احلام كتير. فزي ما حضرتك قلتي برضو من شويه، الفن ما بياكلش عيش، طب الفنان بيفكر دايما بقلبه مش بعقله، مش هيمسك ورقه وقلم ويكتب. فكانت من افضل الحاجات اللي عملوها ان هم ادونا محاضرات في الحسابات، في الامور القانونيه، حتى من قبل ما نبتدي كشركه، احنا نروح مع المحامي نتكلم ازاي؟ حلوة قوي ان انتوا تعملوا اللي جوه قلبكم وتكتبوا احلام، بس فكروا كمان انتوا هتعيشوا ازاي. مش بس عشان اعمل عمل ينجح واوصل للناس، بس عشان تفضلوا تكملوا تشتغلوا. لو عندكم احلام فانتوا عايزين تفضلوا مكملين. فدي اكتر حاجه فرقت معانا، ان هم المواضيع التوبكس اللي كانوا حاطينها فعلا كنا محتاجينها، ما كناش نعرف قبلها ان احنا هنحتاجها اصلا. بصي، اللي انت بتقوليه ده هو قلب التمكين، يعني ان انا اتعلم ازاي ادير مشروعي وحلمي وانجحه واخليه يكمل على الاقل استدامه. دي قلب التمكين، فانا سعيده باللي بسمعه.